الحمد لله الذي اكرمني بشرف معاصرة العمل في مشروع الصرف الصحي لإقليم القاهرة الكبرى عاصمة مصر. كلنا عارفين نحن سنة 77 على وجه التحديد تم عمل حصر لمناطق الطفوح، طفوح المجاري في شوارع القاهرة ومنها الشوارع الرئيسية. وجد ان القاهرة فيها 196 منطقة طفح. يعني ايه طفح؟ ويعني ايه مشروع صرف الصحة؟ للتاريخ القاهرة من اول مدن العالم اللي دخل فيها مشروع صرف الصحة، والكلام ده كان سنة 14 واتعمل لخدمة مليون مواطن في ذلك الوقت كانوا هم سكان القاهرة. ومن سنة 14 لغاية الستينات ما أضيفش المشروع حاجة تقريبا. لغاية سنة 65 ما زالت ظاهرة الطفوح واتعمل مشروع اللي بنفتكره كلنا باسم مشروع البتيوم. لما الطفح ظهر في شارع القصر العيني وفي شارع المبتدئات السيدة زينب، مشروع البتيوم كان عبارة عن اسبرينة لتسكين الحالة، يعني تسليك بعض خطوط الصرف وإضافة بعض محطات الرفع عشان تنقل بعض مياه الصرف إلى خارج الكتلة السكنية. الكلام ده حصل في سنة 65، وبرضه من 65 لغاية ما بدأ المشروع اللي احنا بصدد الكلام عنه مفيش حاجة. يعني مشروع أنشئ سنة 14 لخدمة مليون مواطن، انضافت له اسبرينة سنة 65، وصلت الحالة في القاهرة سنة 77 إلى 196 منطقة طفوح داخل القاهرة. طفوح شيء طبعا لا يبث للحضارة ولا للصحة العامة بأي صلة. 196 منطقة طفوح يعني الشبكات المجاري لا تتحمل ما يلقى فيها من مياه فتظهر في الشارع والناس تتخوض فيها بما تحمله من مصادر تلوث. وزارة التعمير قامت في ذلك الوقت 77 بعملت الدراسة بتاع الموضوع ده. انتهت الدراسة في سنة 80 81، مشروع كبير جدا علشان يغطي سكان القاهرة اللي هيبقوا 16 17 مليون سنة 2000. من اكبر او اكبر مشروعات الصرف الصحي اللي بتتعمل في العالم.
ومن أجل تحقيق هذا المشروع القومي الكبير الذي يهدف لراحتنا، ومن أجل خدمة القاهرة الكبرى، وليختفي طفح المجاري نهائيا، ولتستوعب المدينة الكبيرة كل مشروعات الإسكان التي تحتاج إلى مرافق صحية، التقت 5 بيوت خبرة عالمية و3 بيوت خبرة مصرية في فريق واحد متكامل، ليضع المهندسون المصريون والأمريكيون والبريطانيون والألمان خبرتهم في تعاون تام لإتمام المشروع طبقا للمواصفات والبرنامج الزمني المحدد. وليتحول كل ما وضع على الأوراق والخرائط إلى حقيقة واقعة، وليخدم مناطق وأحياء البعض منها لا تتسع مرافقه لكميات المجاري وتصرفات المياه الحالية، والبعض الآخر كان محروما من هذه الخدمة أساسا. ويخدم هذا المرفق الحيوي سكان القاهرة والجيزة من حلوان إلى الألج، ومن مدينة نصر إلى أهرام الجيزة في الغرب. وتتضمن هذه المشروعات العديد من الأعمال الكبيرة، منها نفق رئيسي بطول 17 كيلو تم تنفيذ 12 كيلو مترا منه تحت الأرض حتى الآن، وستتصل به أنفاق فرعية يصل طولها لحوالي 33 كيلو مترا تحمل إليه مياه الصرف من الأحياء المختلفة، ومحطة رفع في الأميرية لرفع مياه الصرف من النفق العميق تحت الأرض إلى مجمع سطحي طوله 14 كيلو متر، ومحطات رفع حلزونية أخرى معاونة لمساعدة تصرفات المجاري على الوصول إلى محطة التنقية، وهي محطة ضخمة في الجبل الأصفر. وعلى الضفة الغربية للنيل ستنقل مياه المجاري في مجمعات أسفل سطح الأرض وخلال محطات رفع حلزونية إلى محطة تنقية في أبي رواش، وبعد المعالجة ستستخدم مياه المجاري المنقاة في استصلاح الصحراء وزراعة أنواع معينة من الزراعات. ولكن ما هي هذه النوعيات من الزراعة التي ستروى بمياه الصرف المنقاة؟ محاصيل لا يأكلها الإنسان ولا يأكلها الحيوان، زي القطن مثلا، زراعة قطن ما نعمله من القطن ومات صرف الصحراء، زي أشجار الخشب وأشجار الظل وأشجار الزيت. وبالمناسبة سيوجه قدر كبير من محطات التنقية الثلاثة دول لمشروع تشجير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. وبالصدفة الصدفة ما أقدرش أقول ان احنا صممناها على كده، لا هي جت كده. مشروع التنقية بتاع الجبل الاصفر على الحدود الشمالية الشرقية للطريق الدائري، محطة حلوان على الحدود الغربية الجنوبية الشرقية للقاهرة، محطة أبو رواش على الحدود الغربية للطريق الدائري. فهيحصل نوع من التكامل بالنسبة للطريق الدائري كوحدة، وهيبقى حواليه تشجير. التشجير أساسا سيعتمد على مياه الثلاث محطات. سوف ينتهي تنفيذ أعمال المشروع كاملا في عام 2020 بتكلفة إجمالية تقدر بما يوازي 4 مليارات من الجنيهات المصرية.
ولقد بدأ العمل بتنفيذ ماسورة مجاري جديدة في منطقة أبو السعود بطريق صلاح سالم، وبإحلال وتجديد الكثير من محطات الرفع القديمة والمستهلكة قبل البدء في المشروع. وقد بدأت أعمال النفق الرئيسي، حيث تم إنجاز 12 كيلو مترا وبعمق حوالي 20 مترا من سطح الأرض. قد لا يثير اهتمامك أن تلتفت لترى ما يجري في هذه المنطقة من عمل ليلا ونهارا، ومعك الحق كله، فهم قد قصدوا أن يعملوا بعيدا عن الأنظار وعن دائرة الاهتمام حتى تسير الحياة عادية في المدينة دون إزعاج لسكانها، وبتعديل طفيف في بعض مسارات المرور بمناطق العمل. كل واحد من هؤلاء العاملين نموذج لإصرار الإنسان المصري على تحقيق ذاته ووقوفه أمام التحديات بوحي من إيمانه العميق وبإلهام من الله العلي القدير. لقد تم بناء عدة آبار لتكون مداخل للنفق، وتلتقي عندها الأنفاق الفرعية، حيث ستصل إليها مياه الصرف التي تتجمع من كل الأحياء المجاورة. وهذا البئر واحد من العشرين بئر التي تم إنشاؤها على النفق الرئيسي. إنها أعمال هندسية ضخمة يتطلبها هذا المشروع القومي الكبير، بعد أن وصل استهلاك المياه في القاهرة إلى حوالي 2.25 مليون متر مكعب يوميا، بينما تستوعب مشروعات الصرف الحالية 1.5 مليون متر مكعب. والفرق بين الاستهلاك واستيعاب مواسير الصرف كانت تظهر دائما على هيئة طفح في شوارع العاصمة. تستخدم هنا أحدث المعدات في الحفر وتركيب القطع الخرسانية سابقة التجهيز طبقا لجدول زمني يجري تنفيذه في 24 ساعة. قطر دائرة البئر 8 أمتار، ولا وجه للمقارنة بينه وبين ماسورة الصرف الحالية التي يبلغ قطرها 1.20 متر. وفي الوقت المحدد سيستطيع هذا البئر تأدية وظيفته بطريقة سليمة، لينقل تصرفات المجاري إلى النفق الذي يتغير قطره الداخلي حتى يصل إلى 5 أمتار. ووسط منطقة آهلة بالسكان في حي مصر القديمة عند مجرى العيون إلى حي السيدة زينب تحت الأرض، يجري الحفر باستخدام الهواء المضغوط داخل النفق. الأمر هنا يتطلب عمالا وفنيين ذوي كفاءة صحية عالية وقدرات خاصة، وفي كل يوم يتعرض العاملون في الآبار لكشف طبي دقيق، حيث تلحق بأعمال الآبار وحدات صحية كاملة مجهزة بأحدث الأدوات الطبية وبإشراف الأطباء المختصون بفهم طبيعة العمل تحت الأرض وفي ظروف الهواء المضغوط. لقد تم تصميم النفق على أساس أن تتكون البنية الخارجية له من قطع من الخرسانة المسلحة تصنع بمواصفات دقيقة وبرامج محددة في مواقع الأعمال، ويتم تنفيذ حوائط الآبار وأعمال التبطين الداخلي لقاع النفق باستخدام خرسانة سابقة التجهيز أقيمت لها محطات كبيرة لتعد فيها بالنسب المطلوبة ثم تنقل لمواقع العمل. أما الجزء العلوي من النفق فيتم تبطينه بطوب أزرق لمقاومة التآكل الناجم عن الغازات وأبخرة الأحماض،
التي تنتج من تفاعل مرور مياه الصرف داخل النفق، حيث يصل ثمن توريد وتركيب الطوبة الواحدة إلى حوالي 2 جنيه، كما ستملأ الفواصل بين الطوب بمادة خاصة لمقاومة التآكل. وهذا القدر من الأسلوب العلمي الحديث المستخدم في إقامة المشروع يضمن عمره إلى ما يزيد عن 100 عام. تمتد المرحلة الأولى من النفق الرئيسي تحت الأرض من شارع صلاح سالم أسفل شارع الفسطاط، مخترقا شارع مجرى العيون، إلى ميدان أبو الريش، إلى شارع السد البراني، إلى ميدان السيدة زينب، ثم يستمر أسفل شارع بورسعيد حتى الزاوية الحمراء، ومنها إلى محطة الأميرية. وفي الأميرية يجري بناء محطة رفع ضخمة داخل بيارة قطرها 45 مترا، كواحدة من أكبر بيارات محطات الرفع في العالم، بعد أن مضى الزمن ليطوي صورة العامل الذي كان ينزل مجردا من ملابسه في بالوعة صغيرة يحمل أسلاكا ليزيل الطفح. وستسير مياه الصرف بما تحمله في هذا النفق الذي يتسع لمرور قطار، والذي تبلغ مساحة مقطعه 20 مترا مربعا، والذي سيستوعب جميع التصرفات الواردة من مدينة القاهرة إلى محطة الأميرية. ويجري إعداد هذا الموقع في الأميرية لتعمل فيه 5 طلمبات حلزونية لرفع المياه من المجمعات الحالية لتنضم إلى التصرفات المرفوعة من النفق في طريقها إلى محطة التنقية في الجبل الأصفر. الطلمبة الحلزونية من هذا النوع من الطلمبات التي شهدت مدينة الإسكندرية اختراعها على يد العالم أرشميدس لا زالت منتشرة في جميع أنحاء العالم بعد ما يزيد عن 2200 عام. وقد أقيمت محطة احتياطية خاصة للكهرباء التي سوف تحتاجها عمليات تشغيل الطلمبات، قدرتها 13.5 ميجاوات، وذلك بالإضافة إلى الطاقة التي ستحصل عليها من محطة كهرباء شمال القاهرة بصفة دائمة. وقد غوصت هذه البيارة التي يصل قطرها 45 مترا إلى عمق 35 متر تحت سطح الأرض لتوضع داخلها الطلمبات الرئيسية التي ستقوم برفع مياه الصرف من النفق، كما ألحق بها غرفة توزيع أو بيارة أخرى قطرها 22 مترا وبعمق 32 متر تحت سطح الأرض لتقوم بدور مساعد، حيث ستصلها مباشرة مياه الصرف القادمة من النفق، لتقوم هذه البيارة المساعدة بتهدئة سرعة المياه قبل اندفاعها داخل البيارة الرئيسية. وعن طريق محطة الصرف القديمة سيتم ربط المشروعين القديم بالجديد مستقبلا. الجزء اللي احنا شايفينه والناس والعمال شغاله دهية عبارة عن الحيطان اللي هتتصب واللي هتفك فيها البوابات. الجزء الثاني اللي هو الجزء المائل دهوت هو عبارة عن اللي بنقول احنا عليه سبيل ويل، اللي هو المية لما تيجي ما تندفعش على طول في الارض، ولكن بتاخد الانحدار بتاعها الميل الطبيعي بتاعها في على ارضيه الاوضه. بالنسبه للجزء الثاني اللي هو النفق الثاني، نفق واصل ما بين اوضه التوزيع دهيت الى محطه النفق الرئيسيه اللي هي موجوده، اللي هي قطرها 45 متر واللي جاري العمل فيها حاليا، واللي برضه نازله حوالي 36 متر، نزل منها لغاية دلوقتي حوالي 33 متر، والباقي 3 متر جاريين العمل فيه حاليا. بعد ما نزلت عملنا عملية اللوكينج الخارجية اللي هي ملينا الترنش اللي برا اللي هو 60 سنتي تخانة و30 متر عمق، مليناه بالخرسانة في أجزاء وبالمونة في أجزاء وبالبنتونايت ورمل في أجزاء تانية. أثناء كده كنا بنشتغل في تنظيف المنسوب اللي جوه عشان نرفع الرمل علشان نخلي المنسوب النهائي جوه مستوي، وعلى المنسوب اللي احنا عايزينه في حدود 3-4 سنتي.
استعملنا في الكلام ده الترمبات الاعماق اللي هي بتسحب ميه ورمل، زائد الغواصين. العمليه الجايه ان شاء الله اللي احنا بنجهز لها وهنصب الارضيه اللي تحت الميه. الارضيه اللي تحت الميه دي تخانتها 3.5 متر، كميتها حوالي 4000 متر مكعب خرسانه. اول جزء فيها هيتصب تحت الارضيه دي اللي بنسميها الدراي ويل. هنركب الشبك الحديد اللي موجود بره ده كله هنا وهنصبه، وهيتصب كل ده خرسانه تحت الميه، واللي هيبقى موجود بس تحت الغواصين اللي بيراجعوا مناسيب الخرسانه. أما متابعة ما يجري تحت الأرض في أعماق 35 مترا فسيتم بأجهزة إلكترونية وحسابات آلية. في وحدة معينة بتبعت أشعة صوتية تحت المية بترتد من أي جسم صمت سواء الحيطة أو الأرض، بتترد على الشاشة دي، بيطلع شكل الارتداد من تحت المية، بيدينا جزء من المعلومات. إنما عشان نكمل كل المعلومات بنقدر ننقلها بواسطة كابل وحدة كمبيوتر تانية موجودة، دي ممكن تشتغل على كذا جهاز تاني، على كذا برنامج تاني، وعاملين هنا كذا برنامج تاني. إنما الأساس إننا بناخد المنظر اللي موجود هنا بنقدر ننقله على الشاشة دي، بحيث إنه بيتنقل زي ما هو بالظبط بدون أي زيادات، وبعد كده بنقدر نضيف أي معلومات إحنا عاوزينها كمناسيب مطلقة أو أبعاد من الحيطة، التاريخ، الوقت بالظبط. بنقدر نحرك الجهاز اللي تحت المية ده في 360 درجة اللي هم كامل البيارة، عشان نقدر نحدد كل نقطة بالظبط ايه مناسيب حفرها، هل دي مطلوب الحفر يزيد او مش مفروض انه يزيد عن حد معين. بالطريقة دي بنقدر نعرف المناسيب، وبعدين بنقدر نعرف الشكل التخيلي للحيطة اللي موجود تحت عشان الحفر ما يزيدش عن حد معين، لان ليها قواعد لازم ما تزيدش او ما تقلش عنها. وبالتالي بنقدر اذا كان البياره فيها اتجاه ميل او اي حاجه بنقدر نعدلها او نتحكم في معدل نزولها وما يبقاش شيء غير متحكم فيها. وتخرج التصرفات من محطه الاميريه الى مجمع يضم فتحتان حجم كل منها 3.4 متر وبعمق من 6 إلى 10 أمتار لنقل مياه الصرف خارج الاميريه، كما سيستخدم ناتج الحفر في التغطية المطلوبة بعد ذلك ليعود الموقع إلى حالته الأصلية سواء كانت أرضاً زراعية أو عادية. وتتطلب أعمال إنشاء المجمع هنا نوعيات خاصة من حديد التسليح والأسمنت لا يستخدم في الأعمال الإنشائية العادية. وبعد غرفة الاتصال بمجمع المطرية يجري العمل في المجمع الرئيسي الذي يضم 3 فتحات بأبعاد 3 × 3 متر وبعمق 10 أمتار عن سطح الأرض، وبطريقة الحفر المكشوف تمهيداً لتبطين هذه المجمعات أيضاً بالطوب الأزرق المقاوم للأحماض قبل أن تغطى لتصبح في عمق الأرض. وعلى بعد مسافة 6 كيلومترات من محطة رفع الأميرية يجري إنشاء محطة رفع الخصوص، وبعدها ب6 كيلومترات أخرى توجد محطة القلق التي ستقوم برفع منسوب مياه الصرف بواسطة طلمبات المجمعات إلى محطة الجبل الأصفر، ثم ضخها في مجمعات أخرى لتصل في النهاية إلى عملية التنقية المطلوبة في محطة الجبل الأصفر. عشرات بل مئات العمال يؤدون عملهم في ورديات 3 خلال 24 ساعة لإنشاء هذه المحطة التي يتطلب إقامتها خوازيق أو أعمدة خرسانية سابقة الصب يصل طول العمود 16 مترا أعدت بنوعيات خاصة من حديد التسليح عالي المقاومة. وتجري عملية خلخلة التربة بدفع المياه بقوة لتسهيل إنزال العمود في باطن الأرض الصلبة. إن هذه الأعمال الكبيرة في مشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى هو نقلة حضارية لعاصمة الشرق، لتختفي إلى الأبد هذه الصورة الكريهة التي نراها. إنها ليست ترعى من الماء الآسن، ولكنه مصرف مكشوف يحمل
مجاري القاهرة ويمر وسط منطقة سكنية. وفي محافظة الجيزة وبنفس الطريقة والهمة والحماس يجري العمل على قدم وساق في مشروع الصرف الصحي المماثل بالضفة الغربية للنيل، وذلك من حيث الحفر وتنفيذ أعمال المجمعات ومواسير الصرف ومحطات الرفع ونقل مياه الصرف التي يتم تجميعها من المناطق المختلفة في الضفة الغربية خلال مجمعين رئيسيين إلى محطة تنقية في أبي رواش. وعلى الشبكة الخاصة بأحد هذين المشروعين تقوم محطات رفع إمبابة وبولاق برفع تصرف المجاري ليمكنها المرور في مجمع ذو فتحتين. كما يوجد بالقرب من الأهرامات محطتان رفع متشابهتان ترفع تصرفات المجاري لتمر في مجمع آخر متجهة شمالا، ويلتقي هذان المجمعان الرئيسيان جنوب أبو رواش، ثم ترفع التصرفات مرة أخرى لتدخل محطة التنقية. ويجري إحلال وتجديد محطة تنقية مياه المجاري في زنين بالجيزة، وسيتم رفع تصرفات الصرف الصحي من مناطق الجيزة المجاورة بواسطة محطة رفع حلزونية جديدة ذات مرحلتين. أما مشروع مجاري حلوان فهو يراعي أن جنوب القاهرة هو امتداد عمراني وصناعي للعاصمة، فالذين أقاموا مشروع الصرف الصحي في الماضي لم يضعوا في الحسبان التوسع السكاني والعمراني لهذه المناطق، ولهذا دار البحث طويلا للتوصل إلى الخطة المثلى لخدمة هذه المناطق ومراعاة التوسع العمراني في المستقبل لعدة أعوام قادمة. وقد اشتمل المخطط العام لمشروع الصرف الصحي في حلوان إنشاء 3 محطات رفع على طول المجمع الرئيسي للمحافظة على بقاء عمق الحفر في الحدود اللازمة رغم انحدار المجمع الرئيسي، ونظرا لأنه من المقرر أيضا استخدام مياه الصرف بعد معالجتها في الري، ولأن الأرض التي ستروى بها تقع في الجنوب فقد تم تصميم المجمع بحيث يجري من الشمال إلى الجنوب. كما يجري إنشاء محطة ضخ رئيسية بنهاية المجمع المزدوج وخط ضغط لرفع مياه المجاري إلى الموقع الجديد لأعمال التنقية بعد أن اكتملت الآن كل الأجهزة والمعدات والطلمبات الحلزونية. وبعد أعمال التنقية المقررة
سوف تضخ مياه الصرف المنقاة خلال شبكة مواسير لمسافة 3 كيلومترات، حيث تقع الأرض المخصصة للري والتي تقدر بحوالي 45,000 فدان. والمرحلة الأولى في مشروع حلوان والذي يجري تنفيذها ستخدم 700,000 مواطن، وقد تم تصميم المرحلة الثانية لخدمة 300,000 مواطن. ومن المتوقع أن يكون التصرف اليومي للمرحلة الأولى 350,000 متر مكعب و 200,000 متر مكعب للمرحلة الثانية، ليصبح المجموع الكلي 550,000 متر مكعب للمرحلتين. لقد اختلف أسلوب العمل في مشروع حلوان، حيث يجري الحفر بهذه الأجهزة والآلات التي تعمل بأشعة الليزر، وذلك لتنفيذ مجمع رئيسي بطول 4 كيلومترات وآخر بطول 6 كيلومترات من الخرسانة المسلحة سابقة التجهيز، ولتنفيذ محطتي رفع حلزونيتين ومحطة لرفع مياه الري وخط طرد مزدوج طوله 6.5 كيلومتر، بالإضافة إلى محطة تنقية. كما أقيم مصنع للمواسير التي ستستخدم في أعمال الصرف. إن العاملين في هذا المشروع القومي الكبير يسابقون الزمن الذي جن حولنا بالسرعة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير للمشروع الذي شاهدنا صورته حتى النصف الأول لعام 88. فقد انتهت للأبد فلسفة المسكنات والخطوة البطيئة التي كانت تحكم أعمالنا، ليمضي موكب العمل الذي سوف نتابع ما تم تحقيقه منه من حين لآخر. فالصورة التي رأيتها الآن تتغير من يوم لآخر، بل من لحظة لأخرى. الحقيقة لازم أقول إن عملية التمويل وتدبير التمويل مرت بفترات صعبة جدا، إلى أن أمكن توفير التمويل اللازم للمشروع. ولا بد أن أذكر في ذلك الرئيس حسني مبارك بكل الشكر وبكل التقدير وبكل العرفان. ليست مجادلة من وزير أو كلمة من وزير، لا، كمواطن مصري عاصر وعاش هذه الفترة. وهضرب مثل صغير، كان اللي محطوط أو اللي مرصود في الخطة زي ما هو اتبع وجاري حوالي 300 مليون في السنة للمية والصرف على مستوى الجمهورية، على مستوى 26 محافظة، والمتين وكذا مدينة والـ4000 قرية. شيء طبعا مش ممكن اطلاقا. حط الكلام ده قدام الرئيس فراسا 300 مليون في الخطة للجمهورية، ارتفع الرقم 10 مرات ليصير 3000 مليون جنيه في خطة مصر لمشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، علشان نوفر المكون الأجنبي. قطعا كان لازم بعض الدول تعاون،
شكرا للولايات المتحدة الأمريكية اللي تولت مسؤولية الضفة الغربية للنيل. شكرا للمملكة المتحدة اللي وفرت التمويل اللازم للضفة الشرقية للنيل. شكرا للسوق الأوروبية المشتركة ودولها اللي وفروا التمويل لجنوب القاهرة لمنطقة حلوان. المشروع كبير، الجهد اللي اتعمل فيه كبير، سواء كان في الدراسة أو في التنفيذ. كل مصري يتشرف بهذا المشروع. أنا عشان كده بقول الحمد لله إنه أكرمني إني عشت وعاصرت هذا المشروع من أول ما كان فكرة لغاية ما ابتدأ حقيقة ناصعة مشرفة على أرض مصر، وإن كان تحت الأرض إنما مشرفة لكل من فكر وشارك وعاصر هذا المشروع اللي فيه إضافة حضارية لوجه مصر المشرق دايما بإذن الله.